سلام الله عليكم متتبعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة. الأول، إذا كنتم أول مرة تشاهدون هذه القناة لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديدنا، وشكرا. سأتكلم لكم في هذه الحلقة عن فيلم بلاك ويدو. تبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطي ناتاشا رومانوفا إلى مؤسسة الكي جي بي التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها. ويعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال بأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظرا من قبل كثيرين من جمهورها، خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من إيفنجرز. وكشف سكارليت جوهانسون عن بعض اللقطات السرية من كواليس الفيلم بنشر فيديو من كواليس تصوير العمل المقرر عرضه في دورة السينما العالمية خلال شهر مايو الماضي. وفي الوقت ذاته أعلنت نجمة فيلم مارفل عن دعوة شخص من متتبعيها بالتعاون مع المنظمة الخيرية أوميز، وذلك وفقا لما نشره حساب مارفل ستوديوز على موقع تويتر. في شهر فبراير الماضي كشفت شركة مارفل للإنتاج السينمائي عن ملامح جديدة لمسلسل الأبطال الخارقين بلاك ويدو بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والمقرر عرضه 1 مايو الماضي بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس بوغ وروبرت داونا جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، ويليام هيرت، راي وينستون، ياتا فانجبال، ميشيلا، أوليفير ريتشاردز، أحمد بكير، يولاندا لينز، إليشيما، نانا بولونديل، وشينا ويست. وفي الأخير إخواني أخواتي، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشكرا. فرجة ممتعة.